اتحاد الكرة أعلن منذ فترة إن هيطبق دور المحترفين الموسم بعد القادم، المجموعة 16 ثلاث مجموعات. اتحاد الكرة اللي هيطلع الأول لدور ممتاز وناخد 4-4-4-12 مع الثلاثة اللي صاعدين من الدرجة الثالثة يبقى 15، مع الثلاثة اللي هابطين من الدوري الممتاز يبقى 18، ونعمل دوري محترفين الموسم بعد القادم. مجموعة بحر اعترضت على هذا الكلام وقالت لا ما فيش الكلام دوت، ويبقى كده ظلم اما تهبط 11 فريق. مجموعة القاهرة النهاردة نادي النصر بيدعو الأندية كلها أنها تجتمع وتشوف برضو حل لهذه القصة. نادي الانتاج الحربي له وجهة نظر مختلفة بعض الشيء. نادي الانتاج الحربي وجهة نظره أن اتحاد الكرة يبقى على الممتاز به زي ما هو، يستحدث مسابقة جديدة اللي هو عاوز يستحدثها، اللي هي أيا بقى كان مسماتها بقى محترفين وممتاز محترفين أيا كان مسماها يعني، ويصعد الأول إلى الدوري الممتاز من السنة دي، ولكن ما نصعدش أربعة نصعد خمسة، نصعد الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. إحنا مش معترضين، الأندية مش معترضة على دوري المجموعة الواحدة، بالعكس إحنا عايزينه مش رافضينه. كان في اتفاق سابق مع اتحاد الكرة إن الدوري ده يتعمل من 24 فريق في أول سنة، لكن اتحاد الكرة المجلس الحالي برئاسة الأستاذ جمال علام فوجئنا إن هو طلع قرار. أول حاجة في القرار قال إحنا هنعمل دوري اسمه دوري ممتاز به من 18 فريق. هنا هو بيخالف لائحة نص المادة 12 من لائحة النظام الأساسي اللي بتقول إن الدوري اسمه دوري القسم الثاني وليس دوري ممتاز به، فهو عمل مسابقة مش منصوص عليها في اللائحة، دي رقم واحد. رقم اتنين عمل دوت بشكل يعني مش عايز أقول عليه عشوائي، لا ده هو جزر الأندية دبحهم إن أنت يبقى المجموعة فيها 16 فريق يهبط منها 11 فريق، ده مش موجود. احنا كلنا أكيد متفقين إن دوري محترفين ده دوري قوي جدا، ودوري يعني هيفيد الكرة المصرية وهيبقى حاجة محترمة جدا لينا كلنا وللكرة المصرية بشكل عام، ولكن تطبيقه أو الوصول إليه لازم يبقى بآلية محترمة وآلية مدروسة وآلية معروفة. لكن مش مرة واحدة أنت تعمل يعني من 16 نادي تنزل 11 وأنت مش عارف مين هيصرف على الدوري ده، مين هيبقى متواجد فيه، مين هيبقى. الأمور صعبة جدا جدا في الوقت الحالي. أنا شايف أنه ممكن نقعد ونتفق على آلية نوصل بيها لدوري يبقى متأكدين أو عندنا نسبة كبيرة لنجاحه. إحنا عندنا مشكلة اللي هتقابل دايما معظم الأندية اللي داخل في دوري الممتاز اللي هو ما قبل دوري المحترفين، هتبقى مشكلة إمكانيات. النهاردة الانتقالات من النادي من نادي لنادي عشان أروح ألعب نادي في أسوان، عشان أروح ألعب نادي في اسكندرية، هيبقى عبء كبير على الكورة، وخصوصا إن أنا ما عنديش أي دعم بيجيلي من الاتحاد أو من أي أو من رابطة، ما فيش أي حاجة. إنما لو هنعمل رابطة وهيبقى فيه دعم يساعد الأندية في التنقل في مشاركة في الإنفاق على لعبة كرة القدم دوت، إن شاء الله ده اللي إحنا بنطالب بيه. إحنا ما عندناش مشكلة في إن إحنا في طريقة المسابقة الجديدة، بس لابد أن يكون هناك دعم من اتحاد الكورة عشان نقدر نشتغل ونقدر نخلي الكورة تستمر. طبعا المشكلة إن 11 نادي يهبطوا من إجمالي 16 نادي طبعا غير منطقية، يعني هتلاقي طبعا اعتراض من معظم وجميع أندية المجموعة. علاجها طبعا ان كان الموضوع ده لازم يتاخد على مراحل، لازم الأندية تبقى عارفة الوضع المستقبلي ايه في الدرجة، لازم يبقى فيه رابطة للأندية في الدرجة اللي انت بتستحدثها او الدرجة اللي تقدر تدافع عن حقوق الأندية ديت. طبعا كل حاجة لها حل قانوني وحل منطقي يعني، فالله المستعان. النهاردة يصفر الاجتماع النهاردة عن توصيات لمجلس إدارة اتحاد الكورة، وهنشوف بإذن الله طرق القانونية نقدر نسلكها. احنا بنرفض هبوط 11 نادي، احنا بنقول الهبوط يكون تدريجي، الهبوط يكون بشكل غير كده. النهاردة حضرتك ان عايزين نلعب بالفرق كلها ونشوف اكبر قدر ممكن يتحط عليه الاضواء. حضرتك النهارده انا لسه قايل من شويه الامر بالنسبه لي لا يعنيني العب فين، انا عايز العب بمين، الكواليتي بتاعنا ايه. انا النهارده حضرتك بنعمل مذبحه للناشئين. هي رساله لاتحاد الكوره، ارجوك بعد اذنك ما تديرش لوحدك، احنا شركاتك، كل الثقه في حضراتكم في الزمه الماليه، كل الثقه ان انتوا ناس محترمه، كل ما لا يوجد خلاف شخصي بيننا وبينكم، ولكن حضرتك انت بتدير، ما ينفعش تطلع قرارات مصيريه من غير ما تقعد معانا وتقول لنا اسبابك ايه. احنا حتى الان ما شفناش قرار ثابت او قرار له مدلول قوي ان هو مقنع. انت حضرتك بتتكلم في 18، لو انا تبنيت انا رايك، طب انت ما قلتليش كل نادي هياخد كام، ما قلتليش الراعي مين، ما قلتليش الخطوات اللي جايه ايه بعد ما انت تقرر الحاجه. احنا كنا
بنقول ان يبقى في نقاش وبندعو للحوار، احنا مش ولا احنا بناخد براينا ولا بحضراتكم، نقعد نتكلم مع بعض حضراتكم. احنا النهارده بنقول ان 33 نادي ينزل مره واحده كده وكلهم انديه كبيره وعريقه، انت هتعمل هزه في الكره المصريه، انت هتهد انديه كتيره كلها. والنهارده الانديه زي ما انت حضرتك شايف الانديه اللي بتنزل ما بتطلعش، لان الانديه وكل الانديه الشعبيه ابتدت تندثر.